أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور المنطقة منتصف الشهر الجاري لبحث خطوات تطبيق الخارطة الأممية التي سلمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للأطراف اليمنية. الجديد هذه المرة هو أن كيري سيزور مسقط وأبو ظبي ولن يمر على الرياض، وهو ما قد يعني بحسب كثير من المراقبين أن أضلاع مربع التسوية السياسية للأزمة اليمنية قد تغيرت قليلا، وأن هناك تفويضا سعوديا للجانب الأمريكي لفرض تسوية على الأطراف اليمنية. نتوقف هذا المساء عند آخر المستجدات في المسار السياسي للأزمة اليمنية لنناقشها في محورين: اتجاهات مساعي الحل المبذولة من المجتمع الدولي، وموقف الحكومة من خارطة الحل الأممية. استبق المبعوث الأممي زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة بزيارة إلى العاصمة صنعاء لإقناع وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع بخطته، فيما أعلنت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين دعم تشكيل حكومة أحادية الجانب، الأمر الذي يبعث برسائل سلبية للمبعوث الأممي وخطته التي تسعى أمريكا وبريطانيا للمضي قدما باتجاه تطبيقها بغض النظر عن واقعيتها وقدرتها على إحلال السلام في اليمن. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود. سلسلة إجراءات الحل السياسي المرتقب لا يزال يدور في حلقة مفرغة، بينما تبدو كل الطرق المؤدية إليه مليئة بالحفر والعوائق، أخطرها تلك التي يصنعها الحل نفسه. ترى الحكومة في خطة الحل المقدمة من ولد الشيخ فخا جديدا على طريق إنهاء الانقلاب وخروجا خطيرا عن المسار المفترض للحل في اليمن، لكنها بالمقابل لا تفعل شيئا على الأرض، بما يضع شروطها محل اعتبار المجتمع الدولي الساعي لإغلاق ملف الأزمة اليمنية بأي شكل من الأشكال على ما يبدو. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن خريطة الطريق التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ لا يمكن أن تصنع سلاما، وإنما ستزيد من الصراعات والاقتتال الداخلي لأنها لم تلتزم بمرجعيات الحل المعتمدة، وبينها قرار مجلس الأمن 22/16، مؤكدا أن حكومته لن تتعامل مع الخريطة بشكلها الحالي، وأن أي حل يثبت الانقلاب أو يكافئ الميليشيا الانقلابية التي فرضت هذه الحرب لن يكتب له النجاح ولن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال حسب قوله. المبعوث الأممي لليمن في صنعاء منذ 3 أيام، ولا يبدو أن مشاوراته مع وفد الانقلابيين قد وصلت إلى نتيجة، فيما تنتظره مشاورات أصعب مع الحكومة في الرياض التي يتوقع أن يغادر إليها بعد انتهاء زيارته إلى صنعاء. الخارجية الأمريكية أعلنت عن زيارة مرتقبة لجون كيري منتصف شهر نوفمبر الجاري إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات لبحث ملف التسوية في اليمن، وربما تأتي هذه الزيارة في إطار البحث عن ضغط من جانب الدولتين على طرفي الأزمة اليمنية. تتزايد وتيرة التحركات الساعية لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الفعل لا يزال قاصرا، والحلول المطروحة في هذه اللحظة تبدو فصلا جديدا من فصول أزمة لا يريد لها أحد نهاية قريبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري الأستاذ مانع المطري. مرحبا بك سيد مانع. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد مانع. كانت الحكومة قد وعدت باستلام الخطة والرد عليها، هل استلمت الحكومة خطة ولد الشيخ بشكل رسمي حتى الآن؟ لم تعلن الحكومة عن استلامها للخطة حتى الآن، لكن أعتقد أن هناك تصريحات واضحة لوزير الخارجية بأن الحكومة لن تتعامل مع الخطة بصورتها الحالية، وأنه نحتاج إلى خارطة طريق جديدة تكون منسجمة مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بقرار مجلس الأمن 22/16 والمبادرة الخليجية والأدلة التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن بالصيغة الحالية ومن الواضح أن الحكومة لن تتعامل معها، وأيضا القوى السياسية عززت موقف الحكومة بمواقف مساندة بأنها لا ينبغي التعاطي مع هذه الخارطة إلا بعد أن تكون منسجمة مع المرجعيات. نعم سيد مانع، ما هي أبرز النقاط التي اعترضت عليها الحكومة في هذه الخطة؟ الفكرة الرئيسية في خارطة ولد الشيخ أنها لم تعر موضوع السلاح اهتماما أكبر يؤدي إلى إنهاء حالة الانفلات الأمني
حالة الفضاء وإمكانية تجدد الاقتتال حتى نصل في اليمن إلى سلام دائم. لابد أن تكون الدولة هي مسيطرة على كل الوحدات العسكرية ومسيطرة أيضا على السلاح الذي يكون مادة وأداة لاشتعال أي حرب جديدة. لكن أن يتم الشراكة مع الانقلابيين دون أن يسلموا سلاحهم ويصبحوا دولة داخل الدولة يهيمنوا على قرار الدولة، فأنا أعتقد أن هذا لن يوفر سلام بقدر ما سيكون مادة لإشعال حروب جديدة. نعم سيد منع، رئيس الحكومة بن دغر قال بالحرف أن نحن نقبل بالخطة شكلا لا مضموما لا مضمونا، كيف لنا أن نفهم ذلك؟ واضح أن دولة رئيس الوزراء يقصد من وراء هذا التصريح أننا نريد السلام ونريد أن نتعاطى بإيجابية مع المبعوث الأممي، لكن بالمضمون الوارد في هذه الخطة لا يمكن أن نصل إلى سلام. الحكومة غايتها السلام وتسعى من أجل تحقيق السلام، لكن ما ورد في خارطة ولد الشيخ سيؤجج الحرب وسيدفع إلى مزيدا من الدماء ومزيدا من الاقتتال الداخل الذي لا نريد أن يستمر في اليمن. نعم أستاذ منع، هناك من يرى أن خطة ولد الشيخ هي تكرار لاتفاق السلم والشراكة والعودة إلى ما قبل عامين. أنا أعتقد أن خارطة ولد الشيخ هي أخطر من اتفاق السلم والشراكة. خارطة ولد الشيخ أتت بعد سنتين الحرب، بعد 20,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وآلاف المنازل المدمرة وبنية اقتصادية منهارة، كل هذه الخسائر، وفي الأخير يتم طرح تأصيل الانقلاب بهذه الخارطة، وبالتالي لا يمكن القبول به لا من الحكومة اليمنية، ولا أعتقد أن التحالف أيضا سيقبل بمثل هذا كذا خيار طالما والتهديد الحوثي لا زال قائما. نعم، إذا سيد منع المطري تفضل ببقاء معي، واسمح لي أن أشارك معنا في الحديث الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبتين، حياكم الله. دكتور عبد الله، حتى الآن لم يصدر موقف واضح من قبل دول التحالف الداعم للشرعية بخصوص خارطة ولد الشيخ للحال في اليمن، برأيك ما هو الموقف الحقيقي لدول التحالف من خارطة ولد الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو لي أن موقف دول التحالف هو أقرب، لا أقول تأييدا لهذه الخطة ولهذه المبادرة، ولكنه يعني لم يبدي ممانعة ولم يبدي رفضا لهذه الخطة، مع أنه من الواضح تماما يعني أن هذه الخطة لا تقود إلى يعني مراميها النهائية وهي تحقيق السلام في اليمن، وإنما كما تفضل ضيف الكريم قبل قليل هي تزرع الشوك. فالموقف حقيقة غامض، لكن دعيني أعود إلى يعني قرابة تقريبا 3 أسابيع من الآن جون كيري أعلن عن وقف إطلاق النار في اليمن، وأنا قلت في حينها معكم في هذا البرنامج وفي برنامج آخر أن دعوة جون كيري آنذاك إلى وقف إطلاق النار لم تأتي في إطار يعني الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار كهدنة مؤقتة، وإنما هكذا أمر يعني وقف إطلاق النار. ومن المؤسف أن دول التحالف يعني تجاوبت مع هذه الدعوة، فمنذ ذلك الحين بدأت تداعيات يعني الأزمة اليمنية، ثم ظهرت هذه المبادرة التي أعلنها المبعوث الأممي ورفضتها الحكومة الشرعية بطبيعة الحال. فيعني يبدو لي والله أعلم أن يعني الموقف، هناك انحدار في الأزمة اليمنية، هناك تحول، هناك انعطاف كبرى حدثت منذ أن أطلق جون كيري يعني دعوته إلى 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 وقف إطلاق النار. فلا نعلم على وجه اليقين يعني ما هي التداعيات القادمة، ولكن القدر المتيقن أن الأزمة اليمنية الآن منذ ذلك الحين أي منذ 3 أسابيع تقريبا قد دخلت منعطفا دكتور يعني عبد الله، يعني غير ما المفترض أن تقوم به دول التحالف، إزاء خطة ولد الشيخ أو قبلها خطة كيري؟ يبدو لي أن مبادرة المبعوث الأممي لا تقود إلى سلام عادل في اليمن، وإنما يعني تؤزم الأزمة اليمنية أكثر، تشرعن هذا الانقلاب، تكرس هذا الواقع. فحقيقة يعني لا يعلم المرء كيف يصفها، يعني الدعوة، دعوة رئيس الجمهورية وهو يعني البقية الباقية من يعني شرعية الحكومة اليمنية، دعوة الرئيس إلى الاستقالة، دعوة أيضا يعني نائب الرئيس الحالي إلى الاستقالة، التوافق على نائب رئيس جديد يقود المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة وطنية، يكون الحوثيون وعلي عبد الله صالح جزء
لا يتجزأ من هذه الحكومة. أنا أحسب أن مثل هذا السيناريو سيناريو يحمل في أحشائه، يحمل فشله في أحشائه، ولن يكتب له النجاح. وقد يعني تبين بما لا يدع مجال للشك أن الحوثيين وعلى عبد الله صالح ليسوا جادين في إجراء يعني تفاوض يقود إلى سلام في اليمن، وإلا لو كانوا كذلك لنجحت مفاوضات الكويت التي استمرت قلابة 14 ثم أخفقت. دكتور عبد الله، إذن كيف أن نفهم هذا الإصرار الأمريكي البريطاني على خطة ولد الشيء، وهي كما تقول لا تقدم أي حلول، فقط ترحل الأزمة إلى المستقبل؟ نعم، أنا أفهمها في إطار الأزمات الإقليمية، وتقديري أنه إلى نهاية الربع الأول من العام القادم 2017، أي إلى نهاية مارس 2017، ما أحسب أنه سيحدث تحولات جذرية أو تطور نوعي في الأزمة اليمنية لعدة أسباب. أولا، هناك وضع استثنائي في الموصل، والجهد الدولي منصب يعني على هذه المنطقة. ثم هناك تطورات متسارعة أيضا على الصعيد الصراع السوري في حلب. ثالثا، الإدارة الأمريكية الآن هي في طريقها إلى الرحيل. بعد يومين سوف تحدث انتخابات في 20 يناير القادم، سوف يستلم الرئيس القادم، وإلى أن يشكل حكومته وإلى أن يعني يبلور رؤية جديدة يعني هذه لحزام الأزمات في المنطقة، أنا أظن حتى نهاية الربع الأول من العام القادم لن يحدث تطورات جذرية جوهرية على الملف اليمني. وكل ما يحدث الآن هو يعني ربما ترحيل لهذه الأزمة. لكن دعيني أقول شيئا، يبدو لي أن المجتمع الدولي وللأسف أيضا المجتمع الإقليمي يبدو أنهم سيقبلون بالحوثيين كلاعب أساسي ليس على المستوى السياسي وإنما على المستوى العسكري. يعني أنا في تقديري أن التحول الجذري حدث ليس الآن، يعني عاصفة الحزم أعلنت في 26 مارس 2015، بعدها تقريبا بشهر أو شهر شيء تم التحول من عاصفة الحزم أي من الحزم العسكري، وأعلن التحول إلى إعادة الأمل أو شيء من هذا. منذ ذلك الوقت يعني أخذت الأزمة اليمنية مسارا آخر. فالجماعة الآن التحالف تحديدا يعني ليس بين أيديهم أو ليسوا سائرين في مسار الحسم العسكري الذي بدأوا في مارس 2015، وليسوا أيضا لا يقدمون رؤية سياسية لحل أو للخروج من هذا المأزق. فهم في مرحلة يعني متأزمة جدا، لا الحل العسكري خلق واقع جديد على الأرض بحيث أن المفاوض اليمني من جهة التحالف أو من جهة الحكومة الشرعية يستطيع أن يتكي على هذا الواقع الميداني، ولا أيضا هناك مظلة سياسية أو مبادرة سياسية طرحت تخرج اليمن من هذا المأزق أو من هذه الهوة السحيقة التي هو فيها. نعم، إذن سيد عبد الله، دكتور عبد الله غيلان تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى السيد منع المطري. سيد منع، وزير الخارجية اليمني يقول خارطة ولد الشيخ لا يمكن أن تصنع سلاما، وهذه نحن أمام منعطف هام من خارطة ولد الشيخ التي تحمل حلول مجزأة ومفخخة. إذن هل لدى الحكومة القوة والمساحة للرفض وفرض رؤيتهم الخاصة؟ أنا أعتقد أن المشكلة أو جذر الأزمة في أساسها هو يمني، ربما دخلت تعقيدات إقليمية صحيح وأصبحت مؤثرة بشكل كبير في الأزمة، لكن جذر المشكلة هو يمني، وبالتالي أي حل يطرح لا يحقق تطلعات اليمنيين مختلف أطرافهم ولا يحظى بالقبول من الأطراف اليمنية أنه لن ينتج السلام، وهذا أمر طبيعي. وبالتالي حتى وإن حاولت القوى الإقليمية أو حتى القوى الدولية أن تفرض حلا مجافي لوقائع التاريخ وحقائق التاريخ في اليمن فإنه لن يكون حلا مستداما، وبالتالي سيستمر حالة الاضطرابات في اليمن. ومن هذا المنطلق أتت تصريحات وزير الخارجية وأيضا مواقف القوى السياسية اليمنية التي تدرك أن لا حل في اليمن إلا حلا مستداما يضمن سيطرة الدولة على السلاح ويضمن احتفاظ الدولة بالقرار السيادي للبلد، بدلا من أن ندفع نحو حل يؤدي إلى ملشمة القوى السياسية جميعا. لأنه في حال التسليم بحق جماعة الحوثي أن تكون شريكة في القرار السيادي وباحتفاظها بالسلاح،
سيدفع هذا كل الأطراف السياسية للتسلح ولا أن تتحول إلى جماعة شبيهة بجماعة الحوثي حتى تحصل على نصيبها من القرار السيادي ونصيبها من السلطة والثروة. نعم، إذن سيد منع المطري القيادي في تنظيم الوحدوي الناصري كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور عبد الله، هناك من يرى أن إطالة أمد الحرب في اليمن تحولت إلى عامل ضاغط على السعودية وسمحت لأمريكا وغيرها بأن تمارس دورا لا يتوافق مع ثوابت السعودية والتحالف وهدفها من التدخل العسكري في اليمن، إلى أي مدى هذا الأمر صائب وكيف يمكن أن يلعب هذا الضغط الناتج عن إطالة أمد الحرب في اليمن على موقف المسار السياسي في اليمن؟ أنا في تقديري أن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قد وقعت في خطأين رئيسيين. الخطأ الأول أنها أوقفت لم تواصل المسار العسكري الذي بدأ. الخطأ الثاني أن هذه الحملة العسكرية لم تقرن برؤية سياسية للخروج من الأزمة اليمنية. دعينا نكون صرحاء في هذه المسألة. المملكة العربية السعودية كان ينبغي أن تقدم مسألتين. المسألة الأولى بناء جيش وطني يمني يستطيع أن يقارع الحوثيين ويستطيع أن يتولى الزحف الميداني على الأرض الذي لم تستطع القوات السعودية أو قوات تحالف القيام به. هذا الأمر لم يتم، لا يوجد اليوم في اليمن جيش وطني مسلح مدرب، ونحن نتكلم عن قرابة سنتين كان بإمكانهم أن يحققوا هذا الإنجاز. فبغير هذا الإنجاز قطعا ان العمل العسكري سوف يتعطل. هذه مساله. المساله الاخرى ايضا يبدو ان دول التحالف وعلى راسها المملكه دخلت خاضت هذه الحرب الضروس وقامت بهذه الحمله العسكريه دون ان تقرن برؤيه سياسيه لحلحله الازمه. الان نحن لو ننظر الى الخارطه السياسيه في اليمن نجد ان الشركاء السياسيون على في 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 الواقع اليمني مغيبون او شبه مغيبون. اين التجمع اليمني للاصلاح مثلا؟ نحن نتكلم عن قوى سياسيه فاعله، لا يمكن ان ينجز حل سياسي بغير استصحاب هذه القوى. فلا، العمل العسكري يسير في مساراته وبالتالي استطاع ان يقتلع هذه نبته الحوثيين من اليمن ويخلص اليمن منهم، ولا ايضا هناك رؤيه سياسيه يمكن ان تنقذ قدمت بحيث ان تنقذ اليمن من هذا المازق. فكل المسارين معطل. اذا دكتور عبد الله وفق ما طرحته يلعب لعبه قذره في الازمه اليمنية. نعم، اذا دكتور عبد الله وفق ما طرحته غياب الرؤيه وضعف الاداء سواء من التحالف او من الحكومه اليمنيه، ما الذي سيجبر المجتمع الدولي على ان ياتي بحلول توافق هذا الطرف ان كان اداءه بهذا الشكل الركيك؟ أنا في تقديري أنه ما لم يخلق أو ما لم يحدث تحول جذري في ميزان القوى العسكري والسياسي في اليمن فلن يحدث تقدم إلى الأمام. خلق هذا الواقع أو خلق ميزان قوى جديد يقتضي المضي قدما في العمل العسكري، إلحاق ضربات متلاحقة بالحوثي، الاقتراب من صنعاء، هذا كله لم يحدث. فميزان القوى اليوم يسمح للحوثي ولعبد الله صالح ان يناور وان يفاوض وان يؤجل وان يرحل وان يتلاعب بكل هذه المعطيات على الواقع العسكري والواقع السياسي. ما داموا المبادره الاخيره هذه مثلا التي اعلنها المبعوث الاممي قالت نعم. اذا دكتور عبد الله في 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 اطار الحديث عن الضغوط، وزاره الخارجيه الامريكيه قالت ان كيري سيتوجه الى مسقط منتصف الشهر الجاري ومنها الى ابو ظبي. برايك لماذا مسقط وابو ظبي باستثناء الرياض؟ وهل تاتي هذه الزياره في اطار البحث عن دور عماني اماراتي في الضغط على طرفي الازمه اليمنيه؟ لا أظن ذلك. كيري سوف يزور مسقط في 14 من هذا الشهر، وكما أعلن في وزارة الخارجية الأمريكية أنه جاء ليشارك في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 47 أو 46، وأنه سوف يلتقي بالسلطان قابوس، وهذا هو المثير. كونه يلتقي بالسلطان قابوس هذا يفتح عدة أسئلة. لكني أظن أن زيارة كيري ليس فيها جديد، ربما أقول ربما يلتقي ببعض الممثلين من
الأطراف الحوثية وعلي عبد الله صالح في مسقط، ربما لا أستطيع أن أجزم بهذا، ولكن في كل نعم دكتور عبد الله الخارجية الأمريكية قالت أنه سيلتقي بوزير الخارجية العماني لبحث ملف الأزمة اليمنية. نعم صحيح صحيح، قيل هذا وأنه سوف يلتقي بالسلطان قابوس قبل ذلك أيضا، ولكن كما قلت الذي يعلن على المستوى الإعلامي شيء والواقع يعني في الداخل شيء آخر، فأنا لا أستبعد أن جون كيري ربما يلتقي بممثلين عن المكتب السياسي الممثل للحوثيين علي عبد الله صالح، ولكن في كل الأحوال العبرة بالنتائج. ما أحسب أن هذه الزيارة سوف تثمر نتائج تحدث تحولات جذرية في الأزمة اليمنية للأسباب التي ذكرت، ولعل أهمها أن إدارة الرئيس أوباما هي في طريقها إلى الرحيل، والولايات المتحدة الآن منشغلة بالانتخابات، وربما جون كيري ورئيسه أوباما يسعيان إلى إغلاق هذا الملف قبل يعني نعم الرئاسة الأمريكية قبل مغادرتهما. نعم شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله، أمام مدى طويل للأزمة. نعم إذن دكتور عبد الله غيلان باحث أكاديمي عماني كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الآن ينضم إلينا في الحديث الباحث والكاتب دكتور عمر عبد العزيز من الشارقة، مرحبا بك دكتور عمر. مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله، أتمنى أن يكون الصوت واضح. نعم واضح أسمعك جيدا دكتور. ما بدأنا معك من خارطة ولد الشيخ، ما هي أبرز المآخذ عليها وإلى أين يمكن أن تقود مسار المسار السياسي في اليمن ما إذا فرضت؟ نحن في لحظة سياسية غاية في الحساسية، غاية في الدقة، غاية في المتطلب المتعلق بالرؤية المستقبلية والرهان على العملية السياسية. ومن هذه الزاوية إذا أردنا أن نقرأ هذه الخارطة، خارطة ولد الشيخ، علينا أن نفهم أنها تعمل نوع من الترجيع إنجاز التعبير للمبادرة الخليجية وما سبق التوافق اليمني العربي الخليجي بعد أحداث 2011، بمعنى آخر أن الرؤية تنطلق من ذات المبادرة ولكنها تحاول رجم المسافة التراجيدية القاتلة التي قام بها الانقلابيون خلال هذه خلال السنتين الماضيتين، بمعنى آخر أنها تتضمن ضمنا أنه سماح أو مسامحة لكل من ارتكب جريمة بحق الشعب اليمني خلال هذين السنتين دون مبرر موضوعي لارتكاب هذه الجرائم. نحن نعرف أنه العملية السياسية كانت مزمنة، وكان التزمين في هذه العملية السياسية قائم على موافقة على المبادرة الخليجية التي تمثلت في جوهرها التوافق الداخلي الحكيم في اليمن من قبل مختلف المكونات السياسية. ونحن نعرف أيضا أن الجميع التحق بمؤتمر الحوار الوطني على قاعدة أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون هو الحاضن للعملية السياسية في رؤيتها المستقبلية. نعم. لكننا بعد ذلك فوجئنا بأن من وقعوا على المبادرة ومن قبلوا بالخيار السياسي والالتحاق بمؤتمر الحوار الوطني ونتائجه هؤلاء هم قاموا بانقلاب تحت مبررات وذرائع واهية. لكننا وبالرغم من ذلك نقول أن مبادرة ولد الشيخ وإن كانت تتضمن تنازلات إجرائية أو فلأقل تنازلات شجاعة في أفق ما، إلا أنها ستحرج الانقلابيين إلى موافقة الشرعية عليها. نعم بمعنى دكتور عمر، بعيدا عن المواقف الدولية، ما إذا نظرنا إلى موقف دول التحالف العربي، هنالك من يراه يبدو مؤيدا للخارطة، أهو كذلك؟ وإن كان فهو يعاكس لموقف الحكومة، كيف يعني هذا برأيك؟ لا نستطيع أن نقرأ المشهد على هذا النحو الميكانيكي. علينا أن نفهم أن دول التحالف العربي تراهن إلى حد كبير جدا على الموقف الداخلي في اليمن من جهة، وتراهن أيضا على التوافقية الحكيمة التي كانت سبب الإبقاء على المبادرة الخليجية قبل 3 سنوات وسبب الإصرار على خروج اليمن من نفق الاحتراب. لكننا بعد ذلك وجدنا أن الاحتراب مفروض على اليمنيين ومفروض على العرب أيضا، وهنالك أجندات سياسية إقليمية لا داعي لأن نكررها، فقد تم الحديث عنها مرارا وتكرارا، وخاصة لجهة انجراف الحوثيين في مثل هذه التحالفات، بالإضافة إلى التحالف الميكيافيلي البراغماتي العقيم بين من بقى من المؤتمر الشعبي العام مع فالح ومع الحوثيين. نعم دكتور عمر، هناك من يرى أن سكوت التحالف يعرض الحكومة لضغوطات كبيرة، أن الحوثيين وصالح ليسوا موافقين، لقد اشترطوا شرطا كما يشترطون دوما، أي أنهم اعتبروا أنها خارطة الطريق للتداول، وهذا لا يعني الموافقة،
بالمقابل الشرعية اعتبرت أن الموافقة على هذا المخطط يعني مكافأة الانقلاب. ببساطة شديدة علينا أن نفهم الآن أن هنالك حراك دولي إيجابي لصالح اليمن، وعلينا أن نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء إلى مؤتمر لندن الذي عقد قبل 3 أشهر والذي يا دكتور ما هو أبرز هذا الحراك الإيجابي الذي تتحدث عنه وإن كان والعالم يضغط على خارطة الطريق وعلى الحكومة للقبول بها وهي تتنافى مع المرجعيات الأساسية للحل؟ أنا لا ليس لدي تفاصيل ولا أزعم أن هنالك ما لدي تفاصيل فيما يتعلق باللقاء الرباعي في لندن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ذلك اللقاء تكرر أيضا مرة أخرى في الرياض، وفي تقديري الشخصي أن هنالك بحث عن حل سياسي، وهذا البحث يتسع لأفق أشمل وكبير، ولكننا في نهاية المطاف لا نستطيع أن نتحدث عن تفاصيل لا نعلم بها. وبالتالي القضية بكل بساطة الآن هي أن علينا أن لا نتوقع انعطافات حادة في حل المشكلة سياسيا. المشكلة السياسية لن تحل إلا بنوع من التنازلات الإجرائية الشجاعة، وأنا في تقديري الشخصي أي تنازل إجرائي شجاع لصالح المستقبل ولصالح الوطن هو ضد الانقلاب وضد التمرد على الشرعية وضد دولة الميليشيات. نعم. ببساطة شديدة لابد أن العدسة السياسية للشرعية اليمنية أن تنفرد لمعرفة كراهات الحاضر والمستقبل والبحث عن مزيد من الحلول السياسية التي ستكون محرجة بطبيعة الحال للطرف الذي لا يستطيع تقبل وقبول نتائج مؤتمر الحوار الوطني. نعم الوطني. دكتور عمر، وزير الخارجية الأمريكي سيكون في مسقط وأبو ظبي منتصف الشهر. نعم. ولن يزور الرياض هذه المرة، هل تعتقد أن هذا يشير إلى تغير في أطراف التسوية اليمنية؟ ماذا بالضبط؟ علينا أن نعرف أن أي مشكلة ذات أهمية محلية وإقليمية ودولية كالمشكلة اليمنية تنال اهتمام وحراك سياسي ومبادرات متعددة ومقاربات متنوعة. بمعنى آخر نحن نبحث عن حل وسط كوم من القش، عن إبرة وسط كوم من القش، وهذا يعني أن علينا أن تتسع عقولنا وصدورنا ومفاهيمنا السياسية لكل هذه المحاولات ولكل هذه الجهود التي تصب في نهاية المطاف في مجرى الاستمرار في العملية السياسية وفي مجرى القفز على خرائب الحرب القائمة الآن. شكرا لك الباحث والكاتب اليمني الدكتور عمر عبد العزيز. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من القاهرة القيادي في التنظيم الوحدوي الناصر منع المطري، وكان معي من الشارقة الدكتور عمر عبد العزيز، ومن مسقط الباحث والأكاديمي العماني عبد الله الغيلاني. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.